الإحياء الشعائر، هذا يحتاج إلى متبني. أحد العلماء في إصفهان جمع الهيئات وجمع المواكب بمناسبة مرور 1400 عام على شهادة الصديقة الكبرى. تبنى هذه القضية تبني قضية إحياء الشعائر الفاطمية، ومن ذلك اليوم تجدون أن هذا التبني أثر أثر. قال للمواكب القضية الفاطمية لا تقل عن قضية عاشوراء، ونحن يجب أن نجعل حرارة القضية الفاطمية كحرارة قضية عاشوراء. هذه القضية واقعا إذا يكون لها تحريك لها أثر كبير جدا. الآن لعله القضية الفاطمية في إصفهان تتلو قضية عاشوراء. لا أقول إنه كان الوحيد في هذا الميدان، ولكنه كان من الرواد في هذا الميدان. الآن أنتم إذا تروحون في إصفهان في الأيام الفاطمية تجدون المجالس والمواكب والحرارة التي لا نجد مثلها في كثير من البلد، لأنه وجد هنالك متبني أو وجد هنالك متبنون لهذه القضية. ومن الأشياء المنقولة في أحواله رحمة الله عليه أنه توفي في اليوم العاشر من العشرة الثانية من الأيام الفاطمية، وآخر صفحة كتبها كان حول الصديقة الطاهرة، وعنوان تلك الصفحة كانت: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. هذا عنوان الصفحة الأخيرة التي كتبها، وتوفي في المكتبة التي أسسها وتحمل عنوان الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. رؤية في عالم الرؤيا كما نقل لي، فقالوا له: كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياتك؟ فقال: اللحظات الأخيرة جاءني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم كلهم، وجاءت جدتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقدمت لي وردة، فشممت هذه الوردة وشعرت بلذة لو خيرت بين شمها وبين العودة إلى الحياة لاخترت شمها على العودة إلى الحياة. الآن إن شاء الله إذا رحت إلى إصفهان تجدون تلك الحرارة، الإحياء الشعائر، هذا يحتاج إلى متبني.